بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة في مادة مبادئ العلوم الاقتصادية لطلاب التعليم المفتوح المستوى الأول الفصل الدراسي الأول. هنتعرض في المحاضرة دي للفصل الثاني بعنوان مبادئ الاقتصاد الكلي. المبحث الأول هو المشكلة الاقتصادية في ظل النظم الاقتصادية المختلفة، وهنتعرض في للمشكلة الاقتصادية والأهداف الاقتصادية في المجتمع. تعرضنا مسبقا لتعريف علم الاقتصاد والاحتياجات المتعددة والموارد المحدودة والعناصر المختلفة للإنتاج، وهم عناصر أربعة: أرض وعمل ورأس مال وتنظيم. تعرف الطالب على المشكلة الاقتصادية بوجود الندرة النسبية، تعرف على فكرة تكلفة الفرصة البديلة والاختيار بناء على التكلفة والعائد. أيضا الطالب هيتعرف على منحنى إمكانيات الإنتاج، وإنه ده أقصى طاقة إنتاجية ممكن الدولة تنتجها. النقاط داخل المنحنى أكيد بتعبر عن عدم استخدام أمثل للموارد زي النقطة A، والنقاط البعيدة أو خارج المنحنى زي النقطة C هي لا يمكن الوصول إليها بالطاقة الإنتاجية المتاحة، والنقطة B هي في حدود إمكانياتنا وهي نقطة مثلى لأنها بتعبر عن استخدام كل الموارد، فهنجد إن هي تقع على منحنى إمكانيات الإنتاج. خصائص منحنيات الإنتاج اتعرف عليها الطالب. الأهداف الاقتصادية للدول، أول هدف عندنا هو هدف زيادة الدخل القومي وزيادة حجم العمالة أو تقليل حجم البطالة. ثالث هدف عندنا هو استقرار الأسعار. رابع هدف هو عدالة توزيع الدخل. خامس هدف هو توازن ميزان المدفوعات. بعد كده هنتعرف على النظم الاقتصادية. وجود ثلاث نظم رئيسية هو النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام المختلط. تعرف الطالب على تعريف كل نظام، ما يميز النظم الرأسمالية سواء الملكية الفردية أو حرية المشروع، أيضا حافز الربح وتأثيره في النظام الرأسمالي، وأيضا ما هي مساوئ النظام الرأسمالي. نتعرض أيضا لنظام الاقتصاد الاشتراكي سواء تعريفه ومزاياه ومساوئه. وإحنا الأجزاء النظري دي يا ريت نعرفها بس عناوين، وبكده بتنتهي هذه المحاضرة.